يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستحلال الذي يكفر صاحبه، هل إيش؟ هل الاستحلال الذي أجمع على تحريمه، من استحله فقد كفر، كأن يقول إن العسل إنه حرام، أو يقول إن البيع والشراء حرام، تجارة حرام، هذا مجمع على إباحته، فاللي يقول إنه حرام هذا يعكم بكفره لأنه مخالف للإجماع. وكذلك لو استباح محرما، كاللي يقول إن الخمر حلال أو إن الربا حلال، اقتصاد عالمي، الربا اقتصاد عالمي فهو حلال، ولا يسع الناس اليوم إلا التعامل بالربا لأنه اقتصاد عالمي وهو حلال، كأن تحريمه بالأول يوم، هذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. اللي يستحل الربا كافر. الربا، أما مسائل من الربا مختلف فيها، بعض العلماء يرى أنه ربا وبعضهم لا يرى أنه ربا، فالخلاف يدفع التكفير. إنما الأشياء المجمع عليها، من استحلها فإنه يكفر، هذه هي القاعدة، من استحل حراما مجمعا على تحريمه، أو حرم حلالا مجمعا على حله، فإنه كافر. أما من استحل أو حرم في الأشياء المختلف فيها بين العلماء فهذا لا يكفر. نعم.